تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى يده الله ورعاه برقية تعزية ومواساة من البروفيسور فيتالي نعومكن المستشار الشخصي للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشؤون الدول العربية والإسلامية وعبر فيها عن صادق تعازيه وخالص مواساته لجلالة الملك المفدى في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله